الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سيدا إمام كيونو الشيغي كتاب كان لمقع دبي بن بالله بن هدي الله يده كتابك وكتابك صاب صلاة وليبا قاب كلو تكن لها يصوبان وتكذي صلوات ربي وسلام عليه لقب الله بحرشة ديدا إلا كبحد ديدا هول شاسي مركا هول سهلا ما شيخ مركا جهد آدو بلارن بو كبح دادال ديراد أيو كبح يوحون اسكود دايي لقب الله بحرشة إلا كبحد ديدا إنو أدلة ديدي ولي ما دو حق السنة دي كتابك وحيو سورة قلعه ورقة كتاب هو كتاب قيمة بضان انتهانا مركسي قد قلين كتاب كون عشر كاينو باللاب وحايز كمناسبة دور قضبنا انو تلمانو انكا هادل قضب كوباد واشيخ كتاب كإسكالي ترجمة ديس مؤلف رقم بإسكتها اينو حون لغايدا شيخ مقعيسى شيخ محمد ناصر الدين ايال ليدا هذا ابن الحاج او ابن الحاج نوح هنا حاج نوح بالليل هذا مقعي سنة محمد ناصر الدين بالليل هذا قيس اهان والبانية وانين البانية الكاسو قدش يوروب تاسو كسو جيدا تاريخ دو شيخ قدشي حق هجري او حال ليل هذا كون صدح بقول صدن يصدح دي هجر دو داش كون صدح بقول صدن يصدح دي هجر ايو داشي رحمة الله تعالى عليه او كبك نيد كون سقال بقول طباني افرتي وحلي عن دوي كون سقال بقول طباني افرتي ميلادي ايو شيخ كل شيء البانية وحونا قيريو دي كون افر بقية لباطنك هادا اها كون بك نيد كون سقال بقول سقاشن يسقالك عمر قادر ايو شيخ نولا صلوات رحمة الله تعالى عليه أصغوا يربي أصغي أبيه بكسو تغين ألبانيا شام بين يمادين ودولك واقدا بشيخه قريو دي أصغي أبيه با وحي كسو قرن مذهب من حنفق واقدا مر الشيخ واكا استقلاله واكا مذهب برناناضي نين محادثة وفقيها ووحي الدليل يدين وأركا كدين لكتا أيوها أساس ونكو قريو دي رجع هذا اللي إذا هذوك هلو كشيخ وكمدي هو غني عن التعريف إن له ترجمة إشتو أما الله قش كشيخ وما بهنو عد والباتقان نينش على وايا قانا نمانش على إنه شيخ كسر جدر وايا قانا سماله وحيد ترى حنت هذا حبيب كاي حاسد كاب واهيا مركم مقع الشيخ الباني يا تاريخ تيسي أقون تيسي وحيو كتجي نينش على يا نمانش على إنبا ويأكتر الله وقت بدن بركة كوب حين ما إنه أنت على شدي سيا دم شدي سيا هنا إنه تلمانه أيام مناسبة هاي شغو حولي هاي دلال دراسة أو كوب حيي دين كألا أمة دين لغويه علم جا إن لفافي أمة دل لجارسيو لباهيو كتب إن لألفه كتب تاسو أديك سن هاي وحو آمن سرايا حق أم الدين ها إنه كوجد بيو أديك أي نقط محاضرات هي مسلسلات فربضان وعجلة أيولية شوخ مركز جهود هذا فربضان بكتغي أودي سوء بضان نوحي كب حين جري حديث كأي فقه لبدا فني كتب دورة وتبرقل أيوكولي هاي رحمة الله تعالى عليه هذا هو أوعى بحي إن أدري لكونا دلال سنة لنا دقال ما بداع ذا يوح لها المال أخيرا شيخ واقري رحمة الله تعالى عليه ما علمه يقري الزود ويسنوات كودن بينه لشيس مسلمين تو انت كحرناي انا كحرناي بشيخ هو اسكو ما ندافين مسائل دوره ايينا كن نقديين شيخون لو هيستا تانا وا دقن اسكو جيرو او مركه امام او علمي شو عان نقضو حساد نوايشا محبين بدن نوايشا شهاده رحمه الله تعالى عليه ayaan waa waxaan u soo gudbinay wadaad meel aan ka istaago asaga wax ka sheeg markaas uu nagu yiri maandho waxaad yeelaysaan iska daya warkaas niman aan cadaw iyo col lahayn
وإسلام عن ديك هلين بود مركا فرحوا شاكل بحبو قل يا مركا إسكت دين إن شاء الله توركوا قاضنا كان يا بكت ورانا الصومالي كت ورا اللي بصبر الصومالي وهيسنجر رحمة الله تعالى عليه مركا شيخ حساد بدنا ويا شيء أحب بدنا ويا شيء تامرك وحي كينيسا إن لقد قضو كتب تيسي يا عجل لديسي يا دحالك علمك ها الدعوة وكتقيب على الضباق علي نوال بمرك انتو دون هايبو كاقاتي ننسيسان اقاتي ننباشا ديلقاف قليا سربيبان لو باهناي ايو كوحل اورانك رمك رنت الله شيغو وي انسافينو شيخ حقي سينا واسيين ملاحظاتك iya simbir ruuxiyinku ku dhacayna way tilmaameen saasana aswaba wanaagsan inaad ruuxa ku kala tagin oo wuxuu yahay aad siiso hadii uu ilaahay muaxada cilmiya khata diineed oo looga baqayo ummada inuu ay ku aafowdana in la tilmaamo si edab ay ku dheehan tahay oo miisaaman way fiican tahay mulahadaadka sheekhu waagi dambe adigu la keenay ee sheekh lagu eedeeyay marka la soo uriyo afar mas'ala oo waaway afar mas'alo ayaa waaway مسألة كوبات وموقف الشيخ من مسألة الإيمان إيمانكم حوية هاي تعريف كوكب حيي يقوانك شيخك قاتي فربا كقدا مسألة الكفر والتكفير رأيك شيخك قبو شيخ الباني رحمة الله تعالى عليه أي أن فربا كقدا مسائل كتعلق الصفات نأينو اللوئي ذيي وشيخ بعض أهل السنة ايو حكوت المامي اني كغلوين اثباتك سيدا دارمي رقلا مدأ اثبات الحد لله نواء كري مسائل دور نوع عاسة وصفاته كله له شيخ والغير ايديا مسائل ككالي اللغوية دي وحاكم ده موقفه من ائمة النجديين قل ايه ائمة دعوة النجدية الورنجي ذاتك قاركون وهابي ايه قانا وحيدا شيخ وحاكو جرى تشدد ايه غلو في مذهبهم عبد الوهاب بن عبد الله باي اسغا هادلي سان لغا قاتاي الى امن كن غلوغي ما يسن كوان تمن وي دبا جوغان بو كغبا غبي هادلكيس افرتا ادو اساس ايا او بدان وحيابها شيخا لو هيستو لبدان دنبه اي كو سابسن موقف كيسا كو ادن علمادي ري نجدي اني ادي لما سي دبنو وحسا اسي وين ما وارقتي اي شخصيه أو طائفية جماعة شيخ وكقاتي صحنا نقون كرتا خلدنا نقون كرتا حتى هذي صحنا قوتنا وحونا نجاسي حرام ما أوجره إن خلط هاي بين أوبا دنتاي موقف كيسكو أدنى قاله مسائل كو تعلق لصفاتك صفاته سو شيخ وإنكراي أنا وقرن معي صفاته سو إنكراي هذا نمانك إذا كما أراك صفة اللوت الشيخ إنه إنكر كتب سميرك لو قصوا لكن مسائل عقل وكينا يو إلهي أنك سحد ملي يمسم لها وإسك بديه يو شيخ إنكر صحنا معه إلهي أنك سوى كلب حسيه حد كل شيء وامدة إما صفة ربك تلمامي هاي اللي قبري اللي قد وان ما هي إلهي أنك سمود حيا فرقي يا كلب حسنان يا كلب صعنان إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قعمان عرق وتاجينا كأن حن وصد عرق فيرنا إنها لو ذتاج حق معين قجرة يا إنه الدري إلهي يؤنك سوى كلب حسينهن قضية داس ويسلف كهاللين وعين سجان عبد الله مارجيا رجل لم يتكأب أو شق يردي ذي واجرة هؤلاء النوع عاسة لفتركوضو وحوينو كسيح للمجر مرك هذا إمام ميزان لصار هاي مرك إنين إمام ميزان لصار هاي وحوينو سا هذا اللوغوسي تبدعي وذاتك مموغضو لكن ونخضاء علم أو قلي إلا بررجينا ويمضان تحي لابدو قضبه لكن كسابسا إيمانك يا كفرغ وعلا بقضبه خطر أح وفعلا من الربين أن كسي فقاضو وقتك أسكيري شيخ مرك الله سوق قابي مسألة الإيمان وحو كقبا رأيك أي مرجاد وكقبت وحو إلى هذا شيخ مركو تعريفين رحمة الله تعالى عليه الإيمان قول وعمل واعتقاد صدح ذا بمر سيدي سلف بمر جريه لكن آفضه حكا إيمان إيسا مركو شيخ إلى وان تفصيل هيا
مركو الشيخ تفصيل أسود دقير وانفافاين وحكولي هاي أعماشو إيمانك وحيكمتها هاي كمال كيسة وما الإيمان الكامل أو من كمال الإيمان مركا أعماشو مرنوان من نقطة عند الشيخ من نقطة ركني أما شرط لصحة الإيمان وانا عضي قضية داس وقضية الشيخ بربرا ماءها كتبت سنة وكو عضي سيد سلسلة وكالي حكم تارك الصلاة وكالي موسوعة الألباني في العقيدة وكالي وكو عضي وحو قرصدنا ماء وحونا الشيخ ليها هاي روحا دوا شهاته شهاتين كان معنى هدين آمنه وحي عقيدة واجبانا قلبك وكاعتقاد هل عمل ولي وصن الله إيمانين هل واجب صلاة الله قبل الله إلى وحا وغير الدين تين وصن الله إيمانين سانا وكل انتو وبدباده ياو من أهل الجنة بمعنى حتى هدو النار قالوا كواري ما هيو بمعنى كافر ما هو ومؤمن ناقص الإيمان أما النار توا كبد بادو جنة وقالي أما هدو قالوا كواري ما هي على أقل تقدير وامحي ومؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار هل كاسكو قبا قبايا وحشوخ قرسية ننك يدا هذا تارك الصلاة كوا كافر تارك الصلاة كو مؤمن معها روحي يدا هذا وإسلام لماذا أدي هذا وحاولوا انتبه لي عقيدة خوارج أسون إسقرنين هل كاسي لقارد الشيخ سلسلة وكت الماما هذا المعنى السدائي هاي وحان تبدأ الشيخ هاي نوار رواية بالمعنى إلا في صمالي بانكوها الله إياه هل كاسو الشيخ لقارد سلسلة مجلد كتضباط وكويل هذا قسم قولي بكوبات تارك الصلاة كواكت الماما وكوأت كاشيخ وشايدا دلك قاركوز كود الشيخين الدفاعان وحيكو دقين الشيخ وحولها الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل لكن وحكي الضوفين عمل كشيخ محيوغة جيدا أسقى ففيحوكو إلى عملكم ماها شرط لصحة الإيمان مناها ركني وجزء قبل كمدة إيمانك ولكن وحدا ما يسترح وابوحي ووكبا إما أها شيء لإماشيسو أي تهي أساسي لأنتينا وصحبه أسحين ما أساسو شيخو عدي هولو بربرنا ما بل وحو يدا هذا ننك يدا هذا أعماشو رن واجباتك أعماشو واجباتك وحي كمنت هاي من حقيقة الإيمان وكتقيد ديدو أيضو الأوضى اللغتك اللي قنا دنتوا لقو قالوا بها يا ننك سيدا يدا هذا عقيدة الخوارج والمعتزل آمني وحونا إلى ذلك الإيمان قول وعمل وجميع الأعمال الصالحة وشرط الكمال وليست شرط صحة خلافا وبالنسه انت انتم به خلافا للخوارج والمعتزلة القاس الشيخ كوكب قبي ومثلا إسكاعات رأيها وعقيدة المرجئة سلف كرأي قال لي أنه حوى أعماش وصدح قيبوت مد وشرط صحة أو ركن للإيمان مدنا وشرط كمال للإيمان وأعماش ليده ومن كمال الواجب منه وإيمان مستحبة أعماش إيمان ركنية إيمان واجبة إيمان مستحبة وهي نقطة شيخ الباني لكن لو ركنون بكو أقول يا إلا بقض أولي أعماش حين نقطة أما واجبة أما هو مستحب مرة من نقطه إيمانك شرط أو من نقطه أما ركنك مدى من نقطه ركنك هذا وحن يوجد جيدنا صلاة واتقاننا أركاننا وإليه ذهي واجباتنا وإليه ذهي سننا وإليه ذهي شيء هدين لغتك الله كبكرو يا شيء صلاة دي هدين لغتك أي بريسو ملها أعماش واسدة عند سلف الصالح مرك الله خلاصينا الشيخ شبدا أدومته وحاوي وكسم بالرحضي أعماش واجبة ودن ولا قط قاضو كري كرا سانة أتكود دمتو إسلام كلا جابها سدي عديين أيمدو إسحاق بن راهوية إسحاق بن راهيم الحنذلي من أهل خراسان هو عدي ماذا بستلف من سدي كسو جوري ابن عيينة هرتي عدي رجع كتب تقرأ ودن كتب الإيمان شريعة الآجري ابن بطة أحمد حنبل ويلكس عبد الله أها ابن أبي عاصم رجل كتب تقول لكائي هبة الله الطبري كل قد وعي عضي قضي دون السداتة أعماشي واجبته هذا الله إيمان كره
هذا ساكا تقطو او كردمات متيد مسلم ننتي وحات هاي نمان مسلم هاي واعماش اودن مركه وحا لو يقانا تارك الاعمال كليه نينكا وينينك السلف كتكفيرن يا شيخ البان اولي هاي ومسلم ناقص الايمان أعماش أنت لك لأفراد يا أحد مرك عمل عمل الله في الصلاة دي مثلاً كلي الله إيوه أما الصونكي جون الله في ريو أما زكاة جون الله في ريو وحلها المالة تاسي إن وحلقو تكفير فردي فردي أعمال الأعمال الواجبة ومذهب الخوارج والمعتزلة فردي والبو واجبة عمل والبو إيمانك كتر سنجوني أهان هذا أوقاتك تقلب تاي هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة وما شو شو قسم بالرعضة لكن سلفكم حيليين وحيليين لابا فير ما أنا وان لنا مروحان دينا أعماش ودن وضدوبا أعماش ودن وضدوبا كل جنينك كتغ مع القدرة عليها مسلم ما هكون أدن تسيدا عمل واحد معين أنك كتغ نوحان إيغينا شريعة عملك وحي كتري دليلك خاص كي كريمت عملك بحد ذاته بين دورينا بين من إيغينا وين اسفهنا نملاي هذه عمل كان بحد ذاته آيات قرآن أما حديث أما إجماع مسلمين وكيل وكفر إنك كتغ علينا وكافر كو تكفيرين ما إن عمل واجب كتغ وحن كو تكفيرين صلاة بكتغ شرعون كيل من تركها فقد كفر وين اسفهنا نملاي مرنا وحن لنا وحن كو قالوا ذي عمل واجب أبا إلهي درت أولا ماذا من ولقا إلا أتكدي مليس مركا ورعته ما مرنا وحان لنا وحادكو قالوا ذي زكاة بحين ويدي وحادكو قالوا ذي صلاة أتكس وقتكت ومحاي قاليسي حديث كان أكو قد قم وذاته كماليه وحادكتكتي أعمال ورنم باتكتكت كماليه عمل كان كتكي ديسا قال لما أسيدي سبا وحان كلها هي صلاة بالليل هذا عمل بها النقطة دليل قولي أكو يميت أساقان أكو قدك سيني يا صاد والله كلا صعابة الليل وركم معادي هم يسولي وقلبين يعني شوخ مركا ميشو كسن برحلة وهلكا وحو أركي خوارج أولي يمعتزل أولي عمل والبو واجب ننكي كتغا هي وحو كتغا إيمانك بركي إيمانك نمقاي بسما إيمانك بركي نك كتغي وحو لمد يهي كلغي مد كتغي إيمانك كلغي كتغي قلب ويهي كلغي شيخ مركا خوارج كعرر إذا معتزل كعربة وحي أقيسي إنو مرجاء أقلو هديسة وفهم لها شيخ أما وحو عدن يوهي لها إن الله بكى لما بطاي وإن الله بكى لميسي وحي وضو ضباني أصوك على قد قادا وحي سوصرف يو جملة ملها تفاريق يو جملة سولمك ليقان أعماش مركا تفاريق تهي عمل البقوري بان أفرين وحان لنا محا أدلو كوكوتي متك تجد هذا وبدو قون أطمع مرنا وأعماش ورنا وضا سعوت ننكي أشهاتين هال عمل بولي أصوان لأي من إلهنا أنا قلنا ونساء قلف كويري حقا وسعوت مركا وربا إسلاني مدو شيئين أي محا أهيد إذن وإن عمل قود لغا أهلو ولو فرد بأ الله كدقى لبدا قضب لسكن لسكو خلدم ما وان لبدا شيخ اسكو خلدي الكانو كو خلدم ولي بو ولا فغاد وحو دادي نينكي خلاف خوارج بو غلاهيا قضب كلبات اي وشيخ كو خلدم وها وهي مساله اي كفرغا كفرغا ما كلا سو غبا غبيو شيخ وحو كو غبا غبوي رايي جهميه او وحو ري غالنم ما بو نقطو وحان قلبي كدحين كفرغو وان قلبي أعماش ظاهر كي الصميساني أفي أدن كرد عضا قال لما من نقطة الشيخ سيدي هل كاس هكبا قبوي وانا أدكيي وانا كود قال لما كتب بضن وهوشا وكو عدي وكو شرحا أدفا فايب بضن كما قاري خلاصه وانتاس وحونا واقيدا بقى بي نين والبو قال لما كرد عا قول أما فل إلا اللقاء عقيدة أهان وحو أمسن يلا ما تكفير انكرو بل وحور حتى يعرب ذلك بلسانه إلا أكل أو رلا صعوان قالوا بي لما تكفيرن كروا له الكاس عدي بالنص روايك لو حولي هاي حتى يتبين منه أنه جاحد شيخ مباشا وكفر قوضو لمدي هاي مذهب كي جهمية في الكفر والتكفير رأينا ورأي الجهمية سالف كون بريبا كي
جنوب بدن و شیخ آمانی، و شغل باز کمیدیه، و شنقتی کمیدیه، و من عثیمین کمیدیه، و نو ولبا عالم و شیخ سوگر آمی قانون سنت و سلفی ای کمیدیهیم با شیخ آمان، لکن آمان تا حکم طری میسو مرکه شی حقیقا لغوه است. صرواد ما اذا رجع ارضه حديث وري سواثق امام جبل انه عدي وضعيف اذا روى عن فلان فهو ضعيف صاحب منكرات واوهام نينك حقت هذا هي نينك حقت هذا هي دابا كلا باب وي وانا با كام تكن با تاي خشعسن او هي واول خير بان كولا مركان كوركا كارك لكن ولا درس كولا اما غرو كولا دغن اي طبع الحمد هذا يقال يقلف سنانت هذا يهن غرو حمد هذا يا صلاه الله انت هذا ورك هذا ميا لغو كري من أهل الخير وهاي مكة تراحي اللي تكون هاي المدى وساوش بجري المدى هكذا جيسن بقوله أنا أقانه يومك قاده وليس فهنا نملي حق هو سوى ذاديه هاي يبقى كجر لقضية ده شيخه إنه عالمها مرن ملها إنه جهود بدن كتجي دلال بدن مرن ملها لكن حقائق ده الله يسوع شيخه مكة سكان تايها كتب تسوى له كقرآن تاي أشر ذاتي سيا الرسائل كيس قضية أمريكا قضية لغو خلدان بكرو ما صادرتت أي مسائل بدن يو نوازل حواد لسكو هي أي حكي استاغي موقف أن واناك سنة أسوه كدو لهي أصوشيس انت الشيخ أنك قد تقنو لبدا مسألة لبدا قدبة ومذهب الجهمية في الكفر والتكفير يو مذهب المرجاء في الإيمان لبدا ولبا خطر ولبا بدعوة وين مد أيوه إنك اللجه له عند أهل العلم مسلم بمعها وتجهمي له مدنا أو إرجاء في الإيمان أيضا عند جماعة من السلف كفر وي ولا بدعوا وي هذا اللجة تحضروا الله يسكى إلى ليه نينك كرد عن أمدها اللجة دو وأمشون وحكق البين هاي وحكق الدنيا هاي وي هذانا إسلفها سنين إيمانكم حوية و كفر يقال لما محيطها ولي جين اسله لما انه وانسكو ويا اينا واسكو دالينا لبا عرمك لبا سان بيس كان نقول هدو و خو كدي وحن روح قد كو تكفيرساي وا خارج نيمو يا وا فغاتي ودادو خارج باتي حروري باتي تكفيري لانه اوكياله و خو وتا ادو ادان ودانين تصاله غابنا ايدن سي فقيات و خو فهانتاني كتبت الشافعية ذا يمذاهب تورن وحاق قرآ وذات بوحوك ربيه نوان نجاسه كويسي سنة أما وحوك الوال كوان نجاسه بيها در سنة أما وحوك يدم مرضا وين نجاسه وذيها كو تكن فقال محيد هذا وان إمامة ولوك السوية هاي ومرق سلا قبطه ولوك دبتو كذو سلاتكو أصحده وقبلها اللون مهري والله سيء ويقيم البطن لكن واحد من فوق هذا ورك على قد جيسن مهيو إذا كان مخالفا في المذهب نجاسا محي تهدان اسكو خلاف سنه كبد جيسن من ورك وليه يقول كوا نجاسي بيه هو نجاس بيني مرض ويأفيس أنت اللي قد جيسن ما هدوس نقول هين نقول مذهب هين وصلنا له وافق سنين ونسلفها سنين وح وح نجاسية هي عدد النجاسات ونسبهنا إلى طه ما تقعد واحد كأم من ستة النجاسية واد بين النجاسة ما ولكن ما تقعد محاط كريته وذاه مركز هذا النجاسة كقبط والنجاس بعضه هكوا يسيسن بيها نجاسة قاردي ولكن هبيها درسني مرضا هكوت كني بنك لقاب فيري نيف حولا سالدي بقاردي كذي بقدر عد كسي عاني سب الله عنه عروب بدن محيليه وطاهر بده حولها عد كذي عانه الله عنه كذي وصحر ابن جاسه ما هيلب كذي عانه إلا متاعه وملاس كان نظيفين موية استقدار طبيعي أكو جرم موية شرع أكو مجرد دين القاسي إلا مريد أذو محل أمي سنتاعه أذو هالشهانية ده يلسه هيا ضي آية أنت لسه بروح لك هذا كوكو صيده ويلك كقدر عو والله ضاين صم ما أولي رم على الشافعية ذا ماذا بكون؟ عني والله قبي. واجد المرك عاني يران دعوة الله الرفاضي. قيل إن عاني يري عاني دارين تلقو الدالي. متأخرين الشافعي وحيد هذا. ساو هلا سكتوا هلا سكتم.
marka wada faandeen baan umalay almihim waxaan uga jeedaa haddaydan wadaadku ka wada soconin maxaa nijaaso ah maxaana weel iyo biyo iyo mara ku nijaasoobaan isla keeni maysaan hee waxaana nijaasa nafs alqadiya markaad masalatu lkufri watakfiir marayso wadaadku waa inaad ka wada socotaan maxaa lagu gaaloobaa haddaydan ka wada soconin adna un xadii weliga waxaa tahay murji baa tahay jahmi ah oo geesa waaweyn asalxu kugoon weligaa takfiir khaarija ah oo dhiigga ku halliyayaa tahay soomaali markuu isku baabi'i lakaa bixi maayo ardadu intaan waqtigu fogaanin masalatu liimaan walkufri iska taxqiijiyeen ha barteen waqti badan ha ku bixiyeen ana ku dadaaleen maadaama sheekhu uu tilmaamay oo yidhi ninka taariku salaad gaalaysiiya wuxuu waafaqay bacda aqwaali alkhawaarij ra'yiga laftirkiisa waxaa yidhahda ibnu rushdi fii kitaabihi bidaayat almujtahid ra'yiga marka in la tilmaamo khulaaso yar aan idinka siiyo waa jeclaan lahaa masalatu lkufri watakfiir intaanan fogaanin xisaabahaygana sii geli maaya hadda markuu xasan hawshaa bilaabo uu bilaabi baa isleedihiin laakiin waa idin khulaasay waxaad iska ogaataan in axkaamta kufriga takfiirka la barto waa waajib ma aha sunno iyo mustaxab midnaba ma aha diintiinaa ku xidhan waxaa ku xidhan ruuxaad gacal ka dhigan eed xidhiidhin iyo ruuxaad goyn baa ku xidhan waxaa ku xidhan kaad ka guursan iyo kaadan ka guursanaynin waxaad ku xidhan kaad zakada siin iyo mid kaadan siinaynin waxaa ku xidhan midkaad gowriciso cun iyo kaadan cunaynin waad fahanteen baan ma axkaam diin oo dhan baa ku xidhan hadduu ilaahay isu banihiisu inoo sheegeen afcaasheennu iyo aqwaasheennu macsiyo iyo aacaba inay isu dhex taal kufri iyo iimaan isu dhex taal bini aadamkana macsiyo iyo aacaba waa ka dhici kufri iyo iimaanna waa ka dhici mid walbana axkaam baa ku xidhan oo ku daba fayshan oo lagaa rabo xuquuqda inaad siiso ninka iimaan leh inaad ahal ka dhigato walaal ka dhigato qoyskuu dooniba ha ahaado soo ma dhex taal ninkii gaalnima lagu helo axkaam buuleya oo mucaadaad iyo in laga fogaada ah iyo axkaam dheero hadda aynan geli karin idan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi maxaan isku ogeyn fahwa waajib axkaamu lkufri inaad barato wa takfiir waa waajib diineed weliba cala alculamaai wa talabat alcilm caamaduna waxay waajib ku noqon markay u baahdaan inay la tacaamulaan dadka gaalada ah iyo dadka muslimiinta ahayn dadka diinka ka baxay waad u baahan tahay inaad tidhaahda hee aada isku hubsato zakada xaggeed ku bixin nabi allow waxaa lagu yidhay kafaaro qoor inaan xoreeyo marka qoorna haddii ma maxaa addoontayda ma xorayn karaa nabi allow nabi wuxuu u yeedh la kaale waa la imtixaanay imtixaanka markay ku baastaa le ictiqha fa innaha mu'mina maxaa loo imtixaanaya ka jawaaba haddii waxaa ku tacalluqay xukum sharci oo ah qoor mu'minada in la xoreeyo saxaabibayna kaga xidhanta nabiguna waa u yeedhay wuxuu yidhi ambaadhna u kaaday inay mu'mino tahay la ogaada muslimo tahay markii la ogaada kadib ayaa hee la yidhi way ku baxaysaayo ku bixi ma aha hawsha hawl iska ordaysa ninkaa doonta iska laacama u dhiib hawshu ma ah waa la baadhi waa layska ogaan markuu ishkaal jiro weeye labsi jiro weeye qodobkaasi waa qodob qodobka labaad waa qaldida haddaan soo baraarujiyo ah wadaaduhu waa isku maadhaafin masalada ummaddu way ku dirirtaye iska ogow wadaadkaad wada hadlaysaan ama aad ka qaadan masaladan iyo diinkaba aad ka qaadan mowqifkiisa iyo ra'yiga uu ka qaba iimaan iyo kufri nijaasan kugu mithaaliyey muxadidiin mithaal aan kaaga keeno muxadidiin waxay yidhahdeen wadaadka thiqada imaamka ah hadduu wariyo xadiid taageeraya bidcadiisa la qaadan maayo waa imaam waa thiqo waa jabal laakiin waa murji ama waa jahmi ama waa khaariji ama waa xawa naasibi ama waa raafidi ilaa aakhiri alqaa'ima xadiid wuxuu wariyay taageerhaya wuxuu asagu aaminsanaa waxay dhaheen markaan waxaa jira tuhmaa jirtee laga qaadan maayo bilaabo uu xoojinhayo bidcadiisi waa jamaaca min muxadiisin baa ku tegay usuuliya aan kugu mithaaliyo usuuliya waxay yidhaahdeen wadaadka mujtahidkaee caalimka ah khilaafkiisa la qaban mahayo waxaan laga soo qaadi mahayo masaa'ilka lagu ijmacay hadduu nagu khilaafo goorma
هذه المسألة قصة أبسطها هي مسائل كبد عوبي مسائل كبد عوبي ومضى وكو خلاف إيه مبتدع ويقولها مثلا من قدر يا أما هاي رافضة أما شيعة أي علماء حكوا إجماع المسألة شيعة اللي تكوا خوارج اللي تكوا معتزلة اللي تكوا مركز وخالفكم في ذلك وأنا مجتهد إمام عالم بلاي كرعة وحاله وركه وحلقة سقاط ماي قرآن بابا كوجو هي سنتنا أديا كذا جس خلاف كذا خلاف كذا وكله خلاف غير معتبر أصل ك صد حاد مهم كيدينا إن بدنا اللي يدن كوريري وحوي مسلم حق درا لجو قال يسيو إيا قال حق درا لجو إسلامي كيف بعد درن ودادو مش ودي سن ولقي دقيدي مساكين الصومال ترى يكود دالين بروي مش ودي سي روح مسلمة وحق درا لجو قال يسيو iyo gaal xaq darro lagu islaamiyo keeba daran ma iswaydiisay wa masala khatar ah inda ahli ilm la inda ahli jahalata wa safaha wa hadaran gaal xaq darro lagu islaamiyo nin gaalo geysa waweyn ama murta waxa tiri muslim way bala ka dhacday kale anuuna wadaad muslim fi canba waxa arkay kaafir way geysa weyn kale لبدا كيبا دران ان فانتان باربا عند اهل العلم وحاضرا قال كوفي اسلام لو عاميو مدن اي مخيو درنتahay ودادو وحيدا مجلس اف فريستو ودادك خبا كفايدين لو ما نوقدو انت اللي يقان هدي اللي علم حد فايديسان سببك وحاوي علماء المسلمين توحي إسكون راعين وكو إجماعين قال ننك إسلامية بغير حق إنه كافر يحي وإجماع أنبياء كما دبعانا طائفة والبا مسلمين تكما سوغوري سلف كسوغوري معتزلة سوغوري أشاعرة سوغوري ما تريدية سوغوري مرجاء سوغوري نيس نين أنقورني مجرو إجماع بنانك يا اللو تنكلا لكن أوه روح مسلم وحق دره لغو تكفيريو ما لغو قالو بهايا خلاف باكتاقا جمهور أهل العلم وحي قبائنا لغو قالو بينهم با ومعسيو يوا دنبي هذه الاجتهاد يتاول لغو دعوانا أن لغو هايساني هذا تكسي إذا بدر أولك على دنبي لغاقا قرية كبيرة من الكبائر طبعو باهاوي لكن قال لمن ما قارسي سنو عند جمهور أهل العلم ابن عبد البر يغير كي وحي سوقوريين حديث كأورن هي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وحور الجمهور العلم وحيدا حديثك على غير ظاهره للدلائل هل كان حديث لم يصوك معنا وكنت مدبع سيدا درت بسحابة وبضن كود أما كل قوت سيدا لسوقور أنا بضن كود بنا من سنة لكن من تيمية جماعة وحيدا هذا كل قوت صحابة ربنا وحي سوق مرين خوارج تكفيرنا يا صحابة المسلمين تي أوليد إلهي طابعين تمعيدين ما هي تكفيرية حديث كما يسمى مرين من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فقد كفر أحدهما وجب كفره بتكفيره ما يسمى مرين حقيقة كمر صحابة حديث حقيقة كمر صحابة ربنا محيوقة والدوفي أما بغن كود محيوقة والدوفي حديث كاو حولي يا ابن عبد البر وغير ظاهره الوحن بارم ذاك الوحن بارم مهيو للدلائل الدلائل نحو حيوك بضانتها وحيو الدليل شدي أسجي غير كيبا المامين ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله في صحيح البخاري ثم إذا كسو مرج روح مؤمن قال لما كتو رأو كريحة وحيو لم يدع سجو الدلائل مسلم إلا الدلائل لقو قالوا بجري ننك هاي رواكما خوارج بيشو ينا دحفر ده انت هو كفته وي انت هو كفته وعيد هو مرة مؤمنا بكفر حديث البخاري فهو كقتله فهو كقتله إذن فهو كقتله هذه الروح مؤمن والذي معصية يا هاي كبيرة من الكبائر بقى يا هاي
هذه اللبنة يسنا ولو قالوا بجري. إذن قاعدة هاي اللغون وحاوي أن المشبه دون المشبه به إلا أن يكون المشبه إلا أن يكون التشبيه مقلوبا. تشبيه مقلوب كما يمادين بعض البلاغيين كتاب كأي سنة شعراء إسوالي أن منك بأشا كحال ديرادة إسكور الرسم بألي مادم موين كتاب كرب كأي سنة نبي محمد تشبيه مقلوب كما يماد ودا دورني على أي حال نبي حكومة لي إن أويه كقتله مرك هدوك قتله النقضي قتلك نوحوها معصية كذلك تكفير المؤمن بغير حق ومعصية تقول كاسب الله ما أين حديث كيس كتورة هيا أما إس كل دلائل بأدلش منها نسكنا كمذا ودور معنا كيما لعن المؤمن كقتله وتكفيره كقتله معصيوي قتلك أولي بكوين مرك الله فيريو أسلوب كان عربي تشبيها قتلك أولي بكوين تكفيرته بغير حقنا هذا بحقته خير ربما لو خير قلب كاس وانت كبر رجتان خطروي ففاين تيري مثلا ده تفصيل انتي ده هذا كلمة لكن إشارات ما بحري أصل كأفراد مثل صدحات بنبرة هي أصل كأفراد مهم انت كبر رجتان وحوي كافر وقومة كافر وحوي نك اللي جهلة تلمان قال لي ما أو شرع وكشيء أما إلهي محمد عرب الروح سيدي فرعون يا هامان يا قارون يا أبو اللهب يا أبو جهل وحلاهم عراوك شرعها محمد عرب أما تلمان شرعه الشيقة هلقه هلو صمالي وحيدة مهما هو نما يكوت تميد إيوه إيه نما يكوت تالله قال لما ننك يكوت تميد إيه ننك يكوت تالله واسكو ميد ننك اللقه هلي وحب اللمدي هاي كي ربي ما قعد أبوك هلي قضية داس وقضية اسكا محسوم بورا بضان ملاح أصول مران كجيرو أي أيضاً بيسهل قضوة مهمة هذه كبرى رجية أن الله في تركيا أيضاً أجاب إلى المقال هذا كور وامح سلفكم ملايين أهل السنة والجماعة ملايين مذهب خاصة في الكفر والتكفير مايا ملا وحن رسائلك اللي يقول لجوي عالم العربي والعجم أم وهذا الصومالي وحبا مكلا بحسين مثلا وجهل يكيه وهر وايدين شيء سلف الصالح ملها أما أهل السنة والجماعة ملها أما أصحاب الحديث ملها مذهب أجناء في الكفر والتكفير. جورمال لا يدا هذا هبل با مذهب كان إسكاله وحال لا يدا هذا مركز لجون النقط. هذا أنتي ننتان ترشنا أركت إنه كل خلاف كل جن محورنا إنسان. وركن ورك حسان ويا ضاي صار إيه ما ورك يعني حلو دي دين. أنا إذا كل جون النقط صم روح وح أمضى كل جون النقط أي أصدق الله تيريا. هذا ترى ذم مثلا صلاة إني واجب تهي ومذهب إمام الشافعي كورما ميا لجوقس لمسه ولجوس عبين لجوقس ثوط محيطة صلاة إني واجب تهي ومذهب أمضى المسلمين طرنا إذا الكي متى مسمى شافع وحمذهب كيساء مسائل كأسو أنتو كل اجتهادي وكل خلافي علماء أئمة ولا له سأها ميا دفانتين مالك مذهب كسو حاوي مسائل كاجتهاد دقة وكلا يقول النقضي فوق هذه انت هذا كلا وركا إنا فهمتين بنو ملي أهل السنة ولا جماعة مذهب كسو حاوي مركا دي لذو حنكار رأينا دي كنتو مسائل كسابسن أصول بان ربا أصول يضوابط في الكفر والتكفير كسابسن كو خلاف سيهين ضوائف تا مسلمين انت هذا كلا إكا قدوين ورك يقول معادي هم سوى الله بيها وذا دا الله ورعدوه أنا قد تبرت هيدا أبن إسوالي ما أرك أهل السنة والجماعة مذهب قوني كلين أمضي أنت هذا كان وحا في الكفر والتكفير وحان هنا لكن أصول إيا قواعد لسكوا فقصية قوينا أي كب حين لقوة الصعودة مرة ولا صعد كو يرام من نقو بدن لكن مذهب أي جوني اللي هنو أرنها ينكي خلافه ومبتدع مجران في الكفر والتكفير أصول شف في الكفر والتكفير هذا إدين دريري ككوبات وحاوية كفر والتكفير انتو وحكم شرعي أو حالقا قد أدلة السمعي بمعنى قرآن كي السنة يجمع على قادن القياس على ذلك
وحكم شرع الله الرسول كساء إسكاله وحنا لقى قادن أدلة الشرعية لقى قادن ما هي عقلية وأصل أصل كأمة المسلمين طبعا بقبت خوارج بقبت معتزلة قبت أشاعرة قبت ماتريدية قبت مرجئة قبت زيدية شيع وحنا قادن بمجر مركب ما يرون كرتا أن الكفر وحكم شرعي يؤخذ من دليل السمع لا من العقل ما يرون كرتوا ماذا أهل السنة والجماعة دبال لموي يا أقون ضره وأنا ترى أهل القبلة ورم باقبة وحا خلاف مذهبك وذال ليلة أبو المعالي الجويني لو يقان كعام به إمام الحرمين يا قبا ويسوري كفرك تكفيرك وحلقة قادا من أدلة العقل لا من أدلة الشرع رأيي أنا وحكفها فهي كتاب ساء تلخيص في أصول الفقه وإذا ضد ضنبو أشاعرنا وكل راعي لكن أشاعر ربضان كيد أمدك لا إلا سعودان إسلامك وإذا فانتين برمالي أصلك اللبادواء معي هدو تكفيرك وكفرك وحكم الشرعية وحلقة قادا ماشا لقا قاته أحكام تشرعية الكفر والتكفير يؤخذ من حيث تؤخذ الأحكام الشرعية الأخرى طهارة صلاة صونك حجك ويسم حاجة محاجة من أدلة أنك قادنا يانترنك قادنا إنا دليلك قطع بون نغن كرا ذن بون نغن كرا وأنا أصل إسكوا فقين المسلمين طردن إلا بعض المعتزلة وبعض الزيدية وبعض الأشاعرة خوارج باكولو سعود معتزلة بضن كيد باكولو سعودة أشاعرة بضن كيد باكولو سعودة زيدية بضن كيد باكولو سعود ما تريدون باكولو سعود إمردي كرتيد مرجع كولو سعود إمردي كرتيد هي ومدر أهل السنة والجماعة وإفانتين برمالي بعض الزيدية والشيعة وبعض الأشاعرة وحيدة هذه دليل كوحلو التكفير أما السبب ككفر دليل ككدق إنه كفر يهي وإنه يهي دليل قطع أن ظني أهي وأنا خطأ في الشرع والعقل أصل كصدحة إيه لقى وضع صعود وحاوي أما لوك لتكسين يهي يا الله تكفير يا الله قال ليش نتبقى لما كدعه جمهور أهل العلم وحي قبان روح عاقلك إيه دورتين لدرقين روح عاقلك عقلك إليه مانكي مسكحنا لقى قجري حقا نعان لقصبين أساقو دورتين لدرقين هدو قال لما كدعه ولا تكفير بيده ولو كان سبيا مميزا غير بالغ شافعية وحيدا مايا أن يكون عاقلا بالغا مختارا بشرطه أيوم حكا دقين صدح شرط الشافعي جمهور العلماء أردنا محيدهين لابون بالله شرطية أن يكون المكفر عاقلا مختارا دورتي أن لدرقين إما ديكرت مذهب أهل السنة والجماعة وحاوي روح المكفر كي لا تكفيرون هاي وين بالغي هاي وعاقلي هاي ومختاري وحال أورون بالغي هاي ومذهب بعض أهل السنة مويري حتى معها مذهب جمهور أهل القبلة ومعها وهذا جرتوي وحاقوسو هاري روحي قال لماذا كود عي فلك وكود عي هدو يهي صريح كو يهي كود عي معنا أما أو ظاهر كو يهي فاعل كنية دي سي قصدك سمنا لإيلي مهي وهذا وأصل مجمع عليه إجماع بقاعي بسوقري حافل عراقي بسوقري قرافي بسوقري عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ بسوقر شوى مسألة مجمعة عمر بان حكمين في صحيح البخاري قضية ضاية فالك آت ثميسيت كود عضي أما آت كو هذا شوير داسي قال لماذا هذي قال لما كو عضي أما أي أبضان تهي ظاهرا محاد أغد جدائي محاكو كاللفاي إن مطالي حكم كان كود جنينا فالكاو أوكين صدي وذي فانتين بانهم بلين ما أصلين أهل سنة المسلمين طورن بالي نفتد عودي إيو سنة عودي بقى يا الله تكفير عفوا يا وح تكفير نين والبوح قرنا يوم مس أقون أوله وحو كه الله هاي ما ها باشنا كدك دكتور نفط على خطر جليس هذا قرنين ربي وحور ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون ما إنا إن الله باش كه إلى وحاول مسائل وصور بنك الله هاي نما وح قرنا يوم نفتي سهل ليجن نينك قرنا يا وح روح كوجا ليسين وبا جاليسين كرا هذو دون عام يبقى الله كديه
قولي مر جديدية مرجئ كوجي تواجه مسألة طرحية حيدا وولي لوجوه رين ولا تقع وحسن قضية ضايلة وجهل وحي قرنها من مجرات جمهورها العلم وحيس ويدين إنك عام يجا هذو مسألة لا ويديو فتوى لا ويديو عام يبغى فتوى لا ويدين هيا عام ما تحوين بفتوى لا ويمن مركز مسألة عامة وكل واحد كلامي يقان لكن مسألة دليل كذا قرنها يكهر سنكر هل مسألة كأدبية مسألة ودليل كذا قرنها ما كفتوان كرائع علوم وكان نقاشين وإذا دوحيد وفتوان ما دام مسألة يا حادثا حكم كذا دليل كذا يقان قل لك وحيدا ما دليلك هدويا من كتاب الله وكقرني أو من سنة نبينا محمد وفتوان هذا إجماع يقياس قشانا وإسكا قاموس محايل كتابك وسنة وكسهلين بدي أدلة ذاك عليه لا بقول ما هيسان هل قول بوحولي ما عام هوشاس لما أقوله جمهور العلماء محايل قبامرك عام يقولوا فتوان كرو محايل فتوان مسألة يقاني لا سعادة عام مسألة هوشو عامل الصوماليات علم دقود باكبوح وحانا أم لين إنا يهين عوامة المسلمين عوامة أو أقوم بضان إطلاقا عامة يهين نمركم ملاح حجكي عمرها تقيم ملاحها وريقو والله يا بدك سوى حجينا يوحوا هذا اللي ويدين سعودي قو عامل وضوح الله يا بعلماء وحي ويدين هيا وحل عب صغير وقول كنا سيالجيرك وقران أو كوقص ديبا ما تعلو قولي شيخ مع إيش مع كده بارك الله فيك الله يعطيك العافية ساب النورده عامل الصومالي وعلمه هذا الإسوالين عروة كاسة مسائلك وهوين الدين عام الصومالي اللي حدن جرى أما تضبات أما كنت جرى ويدي رماه كجوابي مسائل يرو الدقيقة ياكو يستاقي وليم مسائل هذا الزكاة كو صاحب سنتا أما الجراحية الجناية كو صاحب سنتا أما فرين يقول كو صاحب سنتا وبكفت وانكر عامل الصومالي ويفانتين برو مالي إذن وحن وجد علماء رقم مسألة كهل ليسو وروح كبدأ الإمام ابن الصلاح في كتابي أدب الفتوى والمستفتي والمفتي وكهل ابن قيم باكهل إعلام الواقعين فإذا لباتني كوبان مسألة لابق مجلد كودن بيكا أغريا ورمسألة مسألة مشهورة وي وأجد مركب ورك الدين محمد الشيخ من باز كور ممنوعة وعده وإن إمام عالم إمام يقتدى به مصازها أصدق وحكوفة في كتاب الشرح كشف الشبهات إنك عام يقولون حق على يسينكر وحتى كفيرينكر أصل كيش هو حكد دولها يا حكد دولها عام يقول حق قرنا يه وكجواب كره وحسن قرنا إننا وإنه كأم سواجب دين توه بس ده فقالوا محيد هذه إنك عام يقول أمضى خير وناك مفرك كره هل له أن يحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحد ينهى مسألة هذه مسألة وينه ظاهرة وصلاة هل تكذب وصنك هل قد وزنا وحرام وخمرها هل قف والربا هؤلاء عام يسمي قان ولا تقرب الزنا عام أنا قن مجر إنه كان فاحشة تنهزت كأجل هي وأقيم الصلاة وتزك عام أن دلدين مياجر معها أنا قرني وحيد المسائل كوين الأمر بالمعروف والنعم كل صاحب سنة عام رأي قرن يسه ومضى ويفرها يوم وين كرهبها يوم أشون قاضون إلهك عرسوا لي سوق الأحمري يأمر وينهى مسالك لكن قرصوني خفقة علماء دواوين عام إسنجلي كرين ودقاق ما هي هذه وركا ورسح المية مس مسح إذا جاء حكوا لجين إن راح واحد تكفيرنا وحوي إنك جرنا واحد حكوا تكفير هذه كله بناك هو عرب محاكو صهاري وحاكو صهاري يوم بشي يلا أهل قبلة يهين أهل قبلة لما أهنوا والبقبلة أجسده وأن إنك مسلمة حكما أو حقيقة. سأدرت إن من لقوا إجماعين قاليهم باقبل أن أتوك واقوة. منافقين سأهل القبلة ما حكم كود محيا. من مسلمين ما سوا قالوا حقيقة. قالوا أهل قبله ما هنوا والبنتو بيسوقوا يهل كأوجد سدي. وأن إنك شرع إله مرك الله فيريو مسلمي إيمان لجهله. وين سفنا نملاي. صادرتيد قضايات كوال اسكو خلدا ودك والووريريا هاكو وريرينا وها كو يمد روح مانع باجره مانع الكفر غورما لا اعتباريا وا مركه روح لا هيلو ما اه مركه لا ملينيو بمعنى احتمال بانو جيدا واي دعي كرتا ما
هدي روح الجهل اللي وقعد دار الله هيو أما تأويل اللي وقعد دار أما إكره هي عقل الدار اللي وقعد هيو وأنا عقد دارينا لكن ويدع كرتال لوجا وابن ما هيو السبب كي حكم كسين لسي هديك لكن لما لين هي ملا معتبرة أما اللي أقي لا تكفير ماي وين يسفانا لما لين أصوشا ووين أيا لقى الدولة هل أصلا بقول بمن محا كفر نقول كرم محاسة أن نقول كريم قول والباء هي فعل والباء والشرع هذا كفر أكو شكتبة كفر أهدان صارف الجرين قول والباء هي فعل والباء والشرع هذا يترنين كالسمية النار بكو وراه بدون صارف أصنا وكفري قول والباء هي فعل والباء والشرع يكو شك إنو عماش ورن دمين هيو وبرن هيو بدون صارف أصنا وكفري صدح لا توش بالقاطع لقو بارها في عاشي يقواش وكفري صدح لاسا لقو فيريا محال لقو سوغا كفري waxaa lagu suwa wasaaishi lagu suugo jira xakamta kale wasaail isbaar makhraati i'tiraaf istifaada ila wixii la halmaal idan waxay khulaasada ku soo ororatay kufriga takfiirintu waa xukun sharci ah allaana iska leh adilana lagu laaban culimaduna masaailku qayb isku waafaqeen iyo qayb ay ku kala tageen way madhab la yiraahdo waa madhab ahlus sunna wal jamaa oo kufri wa takfiir ku saabsan ma jiro oo khaas ah laadul kufri inda ahlus sunna wal jamaa waxba kama jiraan هذا ما يدين سو شيء ضابط وكرتقي عدم البلوغ ومانع عند الشافعية البلوغ وشرط عند الشافعية وعند الجمهور مانعنا ما شرطنا ما ولي فانتين برهم بلاي هو شيء اللي ذكورين وحيد إيد من إن شاء الله تعالى وحيرو كسابسا صلاة ما دام إنه كهالله كتاب كان صلاة بكسابسا كتاب والبو صلاة كسابسا إلا دري يلو لوجود الأوام مهم لأنه صلاة هو أساس كدينتنا وركن أساسي وأنا آخر كأضم بدينتنا وهو العلوس وإلا ضريال لقد دار لبرتو وحاكسي الدرها دين لقولي كتابك وحكو سابسين يهي قابك وصوبانه صلوات ربي والسلام أنت كان جري ويكسي الدران تاي صلاة هو قيمة بني يهدر وحشيخ يلي وصفة صلاة النبي من التسليم إلى التكبير كأنك تراها وهو العلوس من التكبير إلى التسليم كأنك تراه وهو المركة أباهان إن وقت بدن لقب بحي الروح المسلم كود دالو وحكا لبها الضمها إني صلاة داني بإن لا سقوء ولا تستوسيء لقود دالو لا يسكد يطبط النبي قم رأي السلوات رب وسلام علينا أنه مره وشيئا مرم بدن كجرم بان فيلها هيا لقا مرمانا إن دكتور لوج القياد لقود دالو صلاة دو ما دام ركن أساسي آي تاي قيمة بدن شريعنا يقول إذاي حكم جونا على سيئي أدل جونا أكتم كتابا وسنة وإجماعا وقياسا خلاصة هذا عن رب وحوي الصلاة إن لا تكذب لوك الكعبة بنك عام بقى الصلاة إن لا تكذب ولوك الكعبة مزاد بقول تري صلاة الله الله متكلو تري صلاة الله الله متكلو تري صلاة الله الله ماشة وحن كفها ما يقول هل لا تكذب إن لوك الكعبة فقيبوها مرك وحوي الصلاة إن مال أبغى دين تنو كقطع لوك الكعبة لكن محاء الطلاء نينك كتجي قلبك هذا أن رب مداوي محاء الطلاء نينك كتجي أسوق التوكان كراكس أديدي دورك التوكان واي لجوك كرواي إله سبحانه وتعالى في كتابه يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا الشرك كتبت كنا صلاة أوجان زكاة بحشان وديبان وولاين حق الدين تاه في سورة الحجرات نوحال لي إنما المؤمنون إخوة نينك ولال دينين ما هاي آيات طوبان عديس آيات الحجرات نوحال تري مؤمنين تنبا ولالا إسوكي محاكا سبودي منطوق نسك عد سورة الحجرات إيا المفهوم كسورة طوبان كاتكو قوات محاكا سبودي نينك أنتو كان نوسا مؤمن آهين مسلمنا آهين ويدو حيدها المعلق بشر عدم عند عدمه شيء الشرط اللي جحره مجران هذه الشرط قال له هاي إن هذا ولا الدينته وح كحر أنت هاي إن الشركة كسر بحد وصلاة دقتكت وزك ده أديبت صدقوا معه هذه شركة كسر بحه ويدو صلاة أوج ويدو الزكاة ديب ويدو هذا يكون واجب تيم حماش كسر بحاي إن هذا هاي أخف الدين أحاديث بدون حديث كبريدة كي جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة
قال لي يو أدونك وحاول دحية صلاة كتجديدة ونصوص كتب السنة ده. حديث ثوبان بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. حديث كبريد اللف تركي سوحكو العهد الذي بينه وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نصوص عبا كتب من أمال وقال لي حلقان الله هاي أحاديث بضم باكو يمن وحاد قدر تان نصوص تتري الصلاة وآخر الدين وشيء قدن بي الدين كنات كتك الدونتان نينك الصلاة كتك وحان لانا انت قلنا وكسوتك ورام بكسوتك نينك آخر الدين كتك فقد ترك جميعه شيء قدن بينين كتك وحكو الرئيسو كمسوتك كتابك سنة انتاسي عديين اجماع كو يمن الإمام إسحاق راهوية وقبله عبد الله بن شقيق العقيلي أيوب السختياني ابن تيمية جماعة من العلم الإمام القصاب في كتاب النكت وحيث يقولون صحابة المسلمين أن يكون إجماعين يوجد خلاف حديث كورتبة اللوجي داي إن يكون إجماعين إنك الصلاة كتاك أنه صلى مسلمة هاي صحابة هل كاسي مرين وردن بيو كدن بيو تابعين آخر كوديو فقهاء دن بيو هكل قوي فقهاء دينا مركا أني بأننا أحمد بن حنبل أسوق المشهور من مذهبه وحاوي رواية عنك إنه نك صلاة كتقوس الإسلام هاي مالك أصلا صلاة لجوريا شافعي لبا قول بال لجوريا مالك قول كيسا يا شافعي قول كيسا وحاء اعتباري الإمام الطحاوي في كتابه اختلاف العلماء والناس كقرا شافعي مالك وحي قبان بور إنه مطارقساتكم مرتدي هاي تجري على أحكام المرتدين النجا حنفيهم باخلاف نقول النجا حنفيهم باخلاف أحمد مالك إيوه شافعي لما قول بلغوري يا شافعي مالكنا المحفوظ عند محققي أصحابي وإنه التكفيرين تيزوي حتى هذي كل سرعا أفر توضو خلاف كوضا إنه صن معتبر أهم بموقعنا إيسا هذي صحابة دي هي أي ميل مرين إنه يا إنه علماء صحابة دي أرضي النبي محمد قياس وحكينا يا نينك صلاة كتا إنه صن مسلمة هذي إبليس سجود ليلي او كغالو باي او ديداي صلاه دي لاي نينك لو كروي كور هل سجود با لادم سجود ما يبول ربغا او سجود كي ديدا كور ابليس مخو ايداي با تراادين ادم او سجود انا كو امراي او ديداي فكفر ادو وخا لو كر لاي الله كو ابوراي ادم اي ابليس با ابور او سجود حاضر مايا ما سجود هاي كافر با طيب الله قياسا على هذا القضية قياسك هي إجماع هي سنة هي كتابك هالكاسين مرين صلاة مرك وإن آد لوجود دال أمتنا لقد دعيو إذا كان الله بروي إنتاس وترجمة الشيخة هي ملاحظات الشيخ لوجود بيجي إيوه صلاة حكم كده وحين تقدم بحنو ما يندرس يعني إسكاب بالله بنا خلاص هذا مرك منهجي أنا كوس عنده إنه كو مقدمة دير كتابك كو رئيس ما آخرين دونه مقدمة دير باكو رئيس كتابك إن آخريو أو ما أركو إنك أرضي أسوء فهمي كراه سوء مطالع عيستو معنا بدون هذا إذا قصي حيث المجر وقت الواقابين يا هيوان إسكيرية قضبك اللبات شنبري وعشر سعون دونا سبت لقب الله إلى أربعة هدي ألا يراد وحي أسليئة قبطان عشرة نحو ذكي ما دا أما إذن كسر لعمانك ودن بيساء أربعة بين الدسقة يرين إن أسبوع والبع سؤال عن وقت السيرين إن هذه سؤال جيران هذه سنجيرين عشر كان رمي استرين مركا إمامكم وإذن كلاها الله إن نحق لكي مداخلات جوجسان مركا حالك وسط كأه إن كان إلوق مناطق بالمانك ودن بيساء رقل ما عبورية سنة وذين ما قنتيني مركا إن مالك ودن بيساء أربعة وقت الكير نفستان وحصورة قلعه أم بحين وإلقوا منتهي انت سينو إن شاء الله تعالى كنت لك لنا راعي تعليقات مركا استقبال القبلة بينه كبل الله بين عشرك استقبال القبلة هذه الصلاة لو استقبال صور القبلة ونمو الرئيس مركا وصفحة وحنفل إياه وبقى كل يعني قال لحظان يليحات هنا نسك كتابة يسنى مشي كارو استقبال الكعبة كعبة استقبال الكعبة سويد مقر قبلة الكعبة واسكمل ثم اسكمل قال الإمام استقبال الكعبة كعبة ولا قابلو لوسي جلسه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رسول كلاه وحوها إذا قام إلى الصلاة صلاة دمرك أجوك ستاقه استقبل كي أجي سدق قابل الكعبة أي القبلة في الفرض صلاة واجبك يو النفل صلاة سنة هذا وأمر بذلك وأمر وحوفر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أرنك إن قبلة لقابله صلاة سنة كو فرض كأبا وكسو شيء لقابله وفري أمد وفري فقال وحنك للمسيء صلاته إنك الصلاة سحمي أما بي وحكوجي إذا قمت إلى الصلاة صلاة تدوجك ستدو استاكت فأصبغ الوضوء ويسدك حيل ديرو وصف عنه ويسقاده ثم أنت كذب استقبل القبلة تقبل أجيسو فكبر تكبسو الله أكبر به تكبيرتو قولي ويؤمن دون تامرك هذا بحث قد هينو الضنبي مركا شيخ حوكوري نبي حوأها إلا معصوي صفات قابكو نبي قلتو كان جيري لقب الله بحرشد إلا كبحدة نبي حوكب الله بي صلاة قليد دي قبلة الله قابله ويسدي طهاري هولها ملك لكو صبرتين هولها شيخ كما الله صلاة قليد دي بك الله قبل ذو ولي لقابله وهولي كهري ولي معها صلاة صلاة وحكب الله بتوي نقارد دوناي حرشدة حرشدة كب الله بتا الله أكبر بكب الله بتا فوق هذا بضن كود وحيليهين تكبيرتي حرشدة ومن الصلاة حنفينا وحيلي هاي تكبيرتو إحرامكو صلاة كما ترسنو انت وانا تكوه قاتا صلاة كما ترسنو وهقني ملح بنام بيلي وهرنع يرون ملح بنان وصلاة كهري سيدة طهارضو يعورو الله أسطرب أي كهريان صلاة صلاة نما هاي لي كما ترسل تكبيرة الإحرام ومن الصلاة عند جمهور العلماء عند الحنفية ليست من الصلاة صلاة مركة تكبير تكبر الله بطاحر الشر هذا لكن استقبالك ورقني ملح بنان فرض واجب وانا متفق يضع يضع إجماع باكو بنتمي سنة كتب إن قبلة إن لقابلة أي ركني يواجب دينتها وأمر الرسول حفر بذلك إن قبلة لقابلة للمسيء صلاته أما مسيء صلاته أدي مقع الله قد يقضى مركا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وكان وحاس نبي صلى الله عليه وسلم في السفر الصعدالك مركو الصعدالة ومقالة كتاك أي ملو كن نقيا يصلي كيتو كدوها على النوافلة سنويك جمع النافلة وي على الراحلة قادت كيسة هشو سارين هاي فرس كيسة دمير كيسة بقالها ضوته قادت كيسة كدلتو كنجر ويوتر وانا وترين جري عليها على الراحلة وترك كدو وترك وانوع من الصلاة صلاة قيب كمدوي رقعها قدام بي أما قوني بها اللون متحاضر لدوني ويوتر وكدلتو كنجر وترك عليها على الراحلة حيث توجهت به ماشي أولا جلسته أما بري هلا أدو أما قلبت هلا أدو أما وقويها لا أدام كونفوري كل ما يشاء قاعدك أفكي سكو آدم يعني بونا بقول سكوا تكنجر سنوينك مركو مسافر يهاي قاعد النصارى يعني حيث ما يشى توجهت به شرقا بري يا وغربا قلبه حديث كوم من حديث ابن عمر وحان اللو بينا براروجيو كتابك وذا دب ضم با وحكا قرقرون نقدي نمن راضا يا يعني نمن نقدي وإليه إنه أحد كوكب قبل صدي أحاديث مرك كتابك وذا ده قارك يكون نقدية وحي صورة قلة يكون قرليهنا أو قرابينا وحي حيوه يكون كل احتاجنا شوقه كقرلينا ونتلمامينا منها حديث كان كامدة قيبتا شرقا وغربا وذا ده ضعيفية وحيدا ومنكر حديث كون كو أصحي كلية وكان صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به انت ام باسوغان بيلي ان لو قدروا غربا شرقا وغربا مسونا اليه وارا منكر وحين يداتن وحال انفرادي عبيد الله بن ابي زياد اسامه بن زيد محمد بن عجلان انت افرتا وداد يا صدح وداد بالي انفرادي دي صدح وداد بالي انفراد لباتن يا لبا راونا ما اسن شيغن اذا شيغو دوا شذوذ نمنكم أن من سيحفظ بضم ماءه وارك وضعيف بيداله صحنا سيدا ماء رواية شرقا وغربا من حديث ابن عمر ويكاء الصحري لبا طريق بالغورية نافع عن ابن عمر إيوه سالم عن أبيه ابن عمر وحيث من أيضا من طريق السالم
عبد الله بن وهب وريه طريق إسا عن يونس ابن يزيد الأيلي عن شاب الزهري عن سالم عن أبيه بن عمر نفس القضية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل على راحلته في السفر شرقا وغربا يومئ إيماء ويوتر عليها، وكان لا يصلي عليها المكتوبة. أبو عوانة وري في صحيحه بإسناد صحيح على رجال الشيخين. إذن ولقى في رنكرا لبكن صدح بقول كنتني لبا رقم صحيح بحوانة. وذا دهس مركة أسامة بن زيد يمحمنا عجلان يعبد من زياد صدح ومركة حمقة تكعي الرواية الزهري عن سالم عن أبيه. أي مركة زيادة وزيادة محفوظة صدح لسجة إن من سالن ماء نم والبوانين صدوق على أقل تقدير بركون واثقات وجي مركة الرواية الصحيحة أو عن طريق النافع بآينو سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. مركة حديث وزوجين هاي نقضي اللوج السنة وخطأ. وفي ذلك أرنك أصقع وإن قبل الله قابلة مركي عن سفر للجوجين مركي سفر للجوجين ماشي إلى هي كجرنسية أما الناف قرقة قاوت كتاء ينزل قوله تعالى. وفي ذلك حول الإشارة وحول بنيسا كينو دنبيا أها إنه نبغو سنوينك أوت كنجري جاد كدوشيس مالو البيوجه ستان أو تكنجري. وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا مالو البيوجه ستان فثم وجه الله ماشى إلى ماشى أيضا وجه إلهي بقى بمعنى قبلة الكعبة بقى ساسي السلف كوفة وأنا سيد الصحراء. حديث كان لفتركيسو قاب كشيخ وتلمامي حقوق ملاحظة كجرته وحو شيخ التلمامي ونسكي سكوع الظاهر نكوع إن آيات السلام نزول كذا خاص كأوي هاي صلاة الصنة إن اللي قلتو كذا قايد كدوشيسة لون جهيستو ماشي أعطونتي قايدكو أسي جيدو سوسي ذا ما حديث معناها كعاد رواية ويتمد من حديث ابن عمر. لكن رواية كبضن كو وحي كدقين ابن عمر بقى أول جدي ومركو إلى النبي محمد صلوات ربه والسلام عليه وحيكو سنية سنجري قايدك سدوشيسة ماشو دون وجد سنجري يا وحو تأول جري وكان يتأول فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن عمر با أورنجري وحي سوق ليسا إن أصنع ماشا دونت أتك على الراحلة وحي سوق ليسا عموم كقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. موسى كدك جرين إن آيات يكسو دكتي سنة إن لو تكدو قايد كدوشيسا ماشي لدونه ولا بكلا شيء إن أترادو عموم كآيات سوق لي يين أترادو آيات دوبك مالن كاكوهر مسو دكيني وحي كسو دكتو سنائسة اللو سنائسة أيوه ماشي هاش وجلسته ولا بكلا باب صمها. روايات كبضن كود من حديث ابن عمر إنه يهي من تأويلي واجتهاد ابن عمر بيكردقا هل روايه وعبد الملك ابن أبي سليمان أوريه أيا كعد إن آياد كسو دكتي كصاب خاص في التنفل على الراحلة وإن سوانا أمالين هيا مرك أثر الروايات اللي قد يا 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 رون صابك نحن أولينا إلا بسبب فنجن حديث كوحو كل سنة على الاحتياط هذه القاعدة إسكاقة قاعدة في عموي فنجن حديث كمرك أتكاها الله يسوي حو كل سنة على الاحتياط دذال إيه إسكاق دورد يا سحر قول لي ربنا إسكاقة ترى أنت النبي محمد وحان أن له بين أنصون أطيرين لهين ضعيف وحله بي كل سنة صادرت وعيدا ودادو من كان محدد كربته هوقع بسنن إنه حديث ضعيف صحيحه لكن واحد وقع بسطه إنه ضعيفه حديث صحيح محايا لأن علم الحديث وحكود السنة على الاحتياط صابك وام معي الأصل عدم ماشي يلا نبي محمد أصل إنه صنوحان دهين ونسحابه أرنين بأصله راوبه كسه قريه ويجيري ويجيري نبيه ونسحابه ويجيري ننك أصلا أصل بنقسه قرشي أصل كونقسه قرشي هذه هدان لها الاختلاف إيه اضطرابي شكي ما حدا وعمه هي ظني اها وركو انه سكن هي با دعوعمه هي مثلا تصاله قابل ولاد با وركو شو خوري ما انت مسجدك وحي وحاسا كدعه يا كو شيغي هبل هبلك ادو ادي كو شيغي لبه هبل او كلي صدخ هبل او كلو ورمي او وركي شيغي نبل ارغت سو شيكو غلي ماي هذا هو ربي هبل مسألة كي يمادين وركا مش يجينا وحكيت كنت
أصل روحي رون شيغا أما ور شيغا مسلم عادل ورك لقا قاعد اختلاف بايمت راوي حفظي ساحي وفركو قدنت هاي غرائب بولي هاي اضطراب بايمت شك بايمت توقف بايمت إذا محاضرة وعقار هاي ناقلك عن الأصل ومن هنا أيا اختلاف كي اضطراب كي شك كي لقول علايا أحاديث لقول علايا أصل كي عدمي هذا أنا مركا حوقي سري مركا ما دام لبصة ماشا اجتراع روادو اسخلافي او بضن كود يري هاوشان ومن اجتهاد ابن عمر اي ماها هاولو عدي او اياد انو كسو دكتي صابكا خاصكا ايو صحابة او ام بغان ليه جري يتابعينتو اياد او ان صاب خاص كسو دكين يحكوليين اياد كسو دكتي وحن اجيدان اياد معان هيدا يو عموم كيدا وحاسوهز قليا قضيطا يطلقون السبب وحين أوجدان النزول الخاص بكوشة أوجدة ممكن معناه أما اللفظ جابه سوه سجلها هي جزئية ده لبضع الرماد يصل كعدم كل سكوت روحان مودة إن هوشاس أيضا لجحوك بضيع وكان وحاص بن صلى الله عليه وسلم أحيانا مرك قاركو إذا أراد مركو الدور أن يتطوع إنه صنيستو على ناقته هش صدشد أو كصنيستو استقبل وحلق بجر بها هشة القبلة كعب أسجد جري فكبر واحد جري ثم انت كذب صلى وحؤت كنجري حيث ماشي وجهه وأجديه ركابه قادت كيس ومسالته ركفا فاسا أما كخاسا وروح عن صوم الرأي نبيه هدو قادت ثاري وصفر ياي إنه أسهن يسنجري مال والبهاشة يا قادت كأفكس أكؤاده قلبات يا بري يا وقوي يا كنفربا حديث كان دنبي قيد بولي متخاصة محيولي نبي وهاش دوش هذا مركو كوسو نيسانا يو حراشة ده هوري هاش انتو سيجي دي وقبلة ده اسيجي دي انتر مركو حدو يو رقاقي جي سوالله بكلا شيء ما مركو حدو قبلة ده او حدو كتب ايو قلبات او رقاق اما بار او رقاق ايميشو السعودي صلوات ربه وسلام عليه شيخ مركو حكا عبره احيانا احيانا بوكا عبره وكان صلى الله عليه وسلم احيانا مركه قاركون مبضنين وي مربر باي دحي جرتي بو شيخ وجيداي اذا اراد ان يتطوع على ناقتي استقبل بها القبلة ايد اسجدين قبلة فكبر وحرن واقل هيا ثم صلى حيث وجهه ركابه حديث كاني سي حديث سوال اسكو هيستا مركه كوبات ودا دا عليه صدح وداد بارك وحي عليه ابن قيم زاد المعات وكعليا وحيد هذا وذات بالئن ربيع بن عامر لياد ربيع بن عامر الجارود ابن جارود امر ابن عبد الله الجارود يا لا تفردي احاديث بدنك وحين كسو مري سننك يا صحاحه ابو كيال ان نبي عمر بعد قاعد سارن ياهي قاعد كمشو وجيسدو اما افك سو اده اسكا سمنيسن جيره احاديث ما يسن كلا قادين حراشدو هور النبي قبلها مقابر جير مسميا يا عام بيكدك تأمم مط أو إطلاق ذي حديث كان تفصيل بو كان أما قيد هخلد منه نبي مركه روحه حرنجر مع الهشيس حاجة قبل هذا كذبونا تنتيسي ما شو سعد دقائق جري ولا بحديثه كلا دون زما حديث كان مركه ابن عيم وعليه وحكوا عليه تفرد كاس ابن بطال الله أصنع صدوق عليه في شرح البخاري طحاوي في أحكام القرآن إلا علينا وضعيف علينته وضعيف سدى درتيد الإمام أحمد محمد وكل قد بكاء قام بالمسألة وحوجي سنجر حديث كونه سوء الجري طيب وأنا حديثه أنس حديث كان وقال له ويدي ابن هاني باويدي أبو داود باب الذات ويدي ولي بحديثك وكل حشاقي هذا قال سارة ونصنع سنة إمام محان سمين وحوله وحاد يشاء حشا ينفق قال كذا وضعته قبل ذو أسجير صلاة دحره كذبنا ما شادون تقول على حديث أنس بناء على حديث أنس وأنا حديث كذا نهينه استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركاب حديث كان بكاء الله لكن نحن حنبل هو صحيح حديثك وحكى له صحيح الإمام القرطبي في تفسيره وحا صحيح الإمام النووي في شرح المهذب حسن بوكردي وحكى له صحيح ليس سند حكومي ام ملقي في كتاب البدر المنير وخلاصة البدر وكذلك حافن حجر صونا وتحسين يا بلوغة يا تلخيص كبا مركا أئمة بدن با مركا تحسين يا شيخ وسط صوحك الشيخي
أو تلمامي إن مركا ترمذي عفوا محمد إنه نكلا يا ذو ابن السكن أو صحيح الواصح أبو علي ابن السكن كتاب سنو صحيح لي من ولق وشجعي عبد الحق الإشبيلي أصنو وشجعي إذن عبد الحق الإشبيلي أبو علي ابن السكن إيو ابن ملقن قرطبي نووي حافنا حجر يا أحمد وكل ود بكهر يي حديث حديث سقامي شيخ وانقوا فقصنا حديث كونه سيا لكن وحن كدي دنا أحيانا أنت وحن أقول دي دنا هاي أحاديث ثورة مطلقة هاي حديث كان هو مقيد إن لقد ولا بدأ حديث من باب المطلق والمقيد أما من باب المطلق والمقيد ما في عن وأحاديث ثورة آت النبي محمد وحوسه نيسنجري هاشم ما يسوي جيده ما يسنك على قادن حرا شيء حرا الآن ما يدفنتين حديث كان لك تفصيل بوكاني إن النبي يقول مركو حرا هيو وحرا جري قبل لا كديمنا وجلسن جري ماشوا الدون وحاسحة عموم ماشوا كمجرة حديث روا فعل عموم كمجرة كنا وفعل عموم كمجرة ومن بعد حمل المطلق على المقيد أو على المقيد كي وحقيدة أما القيدي إن لوحن براسحة أول ليلة هذا وحال لازمة مركز صنع السنة يسود جاي دوش الديارات يا بابور يا هل يا رتي يا وحلا المال أخذوا صنع السنة مركز كوباد هذا أودنا دو حرته حاجة قبل هذا كدمنا دو جلسته ماشي جايد كأساسها صح أحيانا ماشي ما إيمان يسوا وإلا ومن باب حمل المطلق على المقيد وأنا صدق أمري الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره ولا تعارض بين الحديثين بل إنما هو من باب حمل المطلق على المقيد هو صواب هذا هو صواب ساسا صح مرك الله في أصولها لا في ريق وعد أصول فقه الله ساسا قرعسا وأنا صدق أحمد أوفط وضي أحيانا تاسي موافق صنع بالنبع فقه هذا ومالك أصوح قبا صدا مطلقا إن لغتك وصلاة بداية إذا نهاية إذا ماش قاعد كل سجدة أتكتو لكن الشافعي في قول له أبو ثور أحمد يا حديث كان أنا سيمفصل كعقبة مالك يا قرطبي ومالك وحيري وقول الشافعي هو الصحيح ما حديث كتاجري قليد من باب حمل المطلق على المقيد حديث كان واصحي أما الدلالة دي سان شيخ كود يدنا إنه يهدو أحيانا صح ما معنا إن الفانتين بنو مريني هدي الأود وياه هالشي أذن سي جيدين كرين أو جب بلايا خريبنا أي طب بير قبطة أما ما ده عرقبة قاريدنا أو أذن ودني هون ضروا ولا وحك هذا جيسنا خيرا أوت مر كان لقوم هايست وحنا كه الله إنا مر كان لقوم يحكون تروليس الله الله يا ويفانتين بنو مريني وكان صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحوها يركع كي ركوعة ويسجد السجود على راحلته هشط الشيء ذا قايد كدوشيس إيماء مدارد برأس مدح أكم مداري مدح سأفرني نبي ما صار هي هشط الشيء ذا ومدح بيقول فد النفق والدقاقة هي لكن وإيش مدارد وي مدح فرر طيب ويجعل السجود سجوده وحكي يجري أخفض متكهوسية من الركوع ذا هرام بوي كهوسين سوما ركوع نسلنا هي سجود الأكلة تجاي هذا أنا جايد كدوشيسا وقت كله هوسمان ركوعنا صار صدي سجودنا ويرد دقيسا طيب وأنت لا وفتق الله ما استطعتم وي وكان هذا ما ينوجه هذا بالله توفيق.